الضغوط الدولية على قطر تتصاعد حول قضية اعتقال الشيخ طلال آل ثاني بعد أن قدمت زوجته التماسا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذا للمطالبة بإطلاق سراحه. وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية التي كشفت أن عائلة الشيخ طلال تلقت تهديدات من الدوحة بما فيها تهديدات بالقتل وجهت لزوجته، هذا بسبب حملتها الدولية للمطالبة بالإفراج عنه. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت الدوحة بالإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني، فيما رفضت الخارجية القطرية التعليق على وضعه. أما المحامي فقال إن الشيخ طلال معتقل لدوافع سياسية وليس مالية كما تدعي الدوحة، كما طالب بالسماح له بلقاء أهله.